عندي قضيت واحد العقوبه سجنيه في سجن وفزم، عقوبه عشان نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا العذاب الاليم، لا من ناحيه الاكل ولا من ناحيه التنظيم ولا من ناحيه حتى الحق ديالك الا بغيتي تهضر عليه كيوقع لك بحال ما هو بحال هاد الناس هادوهم. الا بغيتي تهضر على حقك لاي ابسط حاجه، ابسط حاجه تتكلم عليها، واي ابسط حاجه بغيتي تهضر على الماكله راه ما مزياناش، ولا تهضر على الخبز ما مزياناش، او تمشي على الطبيب كيقول لك لا خليتها للسيمانه الاخرى تقيد. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا بعدا كي الطبيب ما شفتوش على بواحد المشقح درت معاهم قريف دفاه، لحقت معاه القريف وكتبت في فيسبوك هذا باش خرجت لعند الطبيب، هذا خرجوني برا، انا مريض بهذا وعاد خرجوني برا. المشكل اللي كاين هو التعذيب اللي واعر. دوزت 11 شهر تما، كانت عندي 18 شهر، 17 دوزت في السجن المحلي ديال عكاشة، السجن المركزي ديال عكاشة، وسميتو عليه ودوزت 11 شهر في السجن ديال وضزم، السجن المحلي. المعاناة كلها معاناة، ماشي أنا راه السجناء كاملين، أنا راه عندي تقريبا هنايا واحد حاليا حتى قربت نخرج، عندي شي 8 الناس ولا 10 الناس كلهم معذبين، ما قادرينش يهضروا. الانسان هو ما يقدر، علاش ما يهضرش؟ عندهم شي ناس ديالهم خدامين معاهم تيقول لي راه لا هضرتي ولا قلتي شي حاجه راه غادي يهزوك الحبس كور كثار من هذا. تلقي الناس ديالهم مهلين فيهم كذا، فهمتي، خدامين معاهم مهلين فيهم. هذوك الناس ديما كيقدموهم في الواجهه اللي كتجي شي لزنه ولا شي حاجه كيقدموهم ليهم، بانك يقول باش يقول راه حنا واكلين شاربين راه ما خصنا والو راه هذه وهذه هذا. وانا كنطلب من الناس اللي غاديين يمشيو يشوفوا هذا الشيء هذا يطلعوا لهاد الناس شخصيا، يطلعوا عندهم السيلونات، هنا كاين 48 سيلون وهنا كاين 48 سيلون، يطلعوا بسيلون بسيلون ويسولوا الناس ويعرفوهم كيفاش كيعيشوا وكيفاش كيتمحنوا، ماشي يجيو للجنه ويدخلوا لواحد البلاصه ديالهم هما، وهذا يجيبوا واحد ديالهم ولا اربعه، يجيبوا 20، يجيبوا 300 واحد مالين فيهم واكلينهم وشربينهم. كاين ولاد زم ولاد وتزم، الناس كاين الناس اللي راقيين لاباس عليهم، عندهم التليفون، عندهم الريش وعندهم المسائل ديالهم، ما كيراقبهم حتى واحد. اي كاين الناس عندهم لاباس عليهم، كاين اللي بزناس بخير وعلى خير كيخلص كيدير كيتهلا فيهم، هذا هو المهم، عنده كيدخل السيلون ماكلته بوحدها، وهذا المهم القفه ديالو ما كتقلبش كاع نهائيا، كيدخل اللي بغى، والدرويش اللي ما عندوش شي كيقلبوا شي حاجه جايبها من برا ما فيها حتى شي مشكل. علاش لا، هي قلب لا عندك شي حاجه هي ماشي مشكل، ولكن باش تمنع كاع ما كاينش. الغريب هو رمضان، الغريب في الامر هو رمضان، باش الانسان تقلع عليه، باش الانسان يجي محمل، تحيد ليه الزبده وتحيد ليه السمن وتحيد ليه التمر وتحيد ليه الحلوى وتحيد ليه، راه بزاف. وهذا رمضان هذا شنو كاين؟ ماشي مشكل، راه عواش رادي. حيت انا غادي نرجعوا كاع، نمشيو حنا العكا اللي سميتو العين البرجة، فيها واحد المدير تيقول لي تيجاني، معقول صادق، التليفون ما كاينش، الحشيش ما كاينش، انا دوزت ما في العادر ما كاينش هادشي، الحشيش التليفون ما كاينش، ما كيعرفش هذا بحال هذا بحال 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 حماد بحال محمد تما كاين، ولكن هما تيبيعوه ويجي يديه لك، كيدخلوا لك يبيعوا لك 3000 درهم ويجي يديه لك. الناس اللي كيدخلوهم هما ديالهم، شكون اللي كيدخلو؟ انت كتقلب القفه، اذا كان عندك الناس ديالك كيقلبوا القفه كاين لاباي، التليفون ما تجيبش من القفه، برا لا بقهوه كيجبدوها من القفه. كاين التعذيب اصاحبي راه هكذا، يتصلب بنادم بحال ما هو كيتصلب بحالك، اقسم بالله العلي العظيم الا هو كيتصلب. وهذا الشيء راه ما بقاش بعدا اصلا، الشيء راه محرم دوليا، ولا الناس باقي هاد السيد هذا باقي خالقو، راه حنا عاد محمد السادس اللي كيعطيك حقك وعطيك وعطيك هذا الشيء كله، سيدنا عطينا حقنا ما تسالوش، الله ينصرو الله يخليه لينا، الله يدوم عليه الصحه ودعم ودوم عليه السعاده. ما عندناش على شي، ما كاينش شي ملك عندنا بحال ما هذا اللي دخل السجون، دخل عند السجين، ملك دخل عند السجون سلم عليهم. كنطلب من هذا السيد هذا اللي هاد الناس كيديروا هذا الشيء، هاد الناس خصهم يتحاكموا. اي علاش هذوك الناس اصاحبي راه عذاب، راه حشومه حشومه والله، اتقوا الله في هاد الناس، اتقوا الله اصاحبي. انسان راه باركه من الحريه، راه محروم من الحريه، راه محروم من كل شيء،
وتجي تحرمي من القفوه وتجي تحرمي من مسائل ما ياكل، راه عيب والله الا عيب بالله، هادشي راه حرام كاع. الله سبحانه عز وجل كيشتس كيسب وكيدير المعاصي وكيغفر ليه، هاد الناس ما كيعرفوش الغفران كاع والله ما كيعرفها بالله. لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم بالله، راه هادشي بزاف.